تتمرر تمريرات خاطئه وكره ملعوبه للامام وسعيود يلعبها مره ثانيه جول 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 اول جول اول جول اول في قهوة يسجل اول اهداف اللقاء. هذا سعيود هذا سعيود هذه الكره ايوب عبد الله ويخطه فاتح من خط الدفاع وكره ملعوبه في المكان السواء يسجل اول الاهداف هنا في هذا اللقاء فريق الطائي مع اول انطلاقه ويلعب اليمين يونس يحاول يمر لكن الكره فيها خطا موجود حاضر لمصلحه امين يونس. سعيود امام لقطه كان يعني مع الرئيس سيد الطائي حاضر مع امير سعيود وكره ملعوبه خطيره جدا.